تيموثاوس الثانية 4 وابتداء من العدد 6. تيموثاوس الثاني 4:6. فإني أنا الآن أسكب سكيبا ووقت حلالي قد حضر، قد جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، وأخيرا قد وضع لي إكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الرب الديان العادل، وليس لي فقط بل لجميع الذين يحبون ظهوره. بادر أن تجيء إلي سريعا، لأن ديماس قد تركني إذ أحب العالم الحاضر وذهب إلى تسالونيكي، وكريسبوس إلى غلاطيا، وتيتوس إلى دلماطيا، لوقا وحده معي. خذ مرقس واحضره معك لأنه نافع لي للخدمة. أما تيخيكوس فقد أرسلته إلى أفسس. الرداء الذي تركته في ترواس عند كاربوس أحضره متى جئت، والكتب أيضا ولا سيما الرقوق. اسكندر النحاس أظهر لي شرورا كثيرة ليجازه الرب حسب أعماله، فاحتفظ منه أنت أيضا لأنه قاوم أقوالنا جدا. في احتجاجي الأول لم يحضر أحد معي، بل الجميع تركوني لا يحسب عليهم، ولكن الرب وقف معي وقواني لكي تتم بي الكرازة ويسمع جميع الأمم، فأنقذت من فم الأسد، وسينقذني الرب من كل عمل رديء ويخلصني لملكوته السماوي الذي له المجد إلى دهر الدهور. آمين. أنا شخصيا بتمتع لما أقرأ سيرة حياة عظماء. قبل فترة قرأت سيرة حياة جورج مولر وصلواته، حياتي الصلاة اتغيرت. بعدين فترة هلا لقيت كتاب تاني عنه اشتريته وسأبدأ أقرأه، ما هسه ما ابتديت. سيرة حياته بتعلم كتير من سيرة حياة الأشخاص اللي ساروا مع الرب في صعوباتهم، في ضيقاتهم، في انتصاراتهم. وبقرأ سيرة حياة ناس تانيين، قرأت سيرة أو جزء سيرة حياة لبيلي جريهم وتعلمت أشياء. مرات كتير بتلاقوا رجل الله الواعظ المشهور واقف ورا منبر بس ما بتعرفوا من إيش مر، بتلاقوا بيحكي وبيعزي وبشجع وبرفع وبيعمل، بس ما بتقدرش تنسوا انه في وراها كم وكم هائل من الخبرات، كم وكم هائل من الاختبارات اللي مر فيها، كم وكم هائل من الصعوبات ومن الافراح والاتراح اللي مر فيها. فحلو تعرفوا، وخصوصا لما نوقف هون على المنبر، احنا عنا اعتياد احنا الوعاظ انه نحكي عن قمم الجبال، وقليل منحكي عن الوديان. قبل شوي كنا نحكي احنا والاسيس نبيل والاسيس جول عن بعض الظروف الصعبة اللي لابد ان نمر فيها، وهي كلها متجهزنا من اجل عمل الملكوت. تيموثاوس هنا في رسالة تيموثاوس بولس الرسول يذكر لنا بعض الأسماء، وأنا أريد في هذا الصباح أن أشارككم في بعض هؤلاء الأسماء لنتعلم بعض الدروس منهم، وخصوصا أنه أنتم عم تخدموا في هذه الكنيسة. من نوع أريد أن أشجعكم، من نوع آخر أريد أن أحذركم. وأنا بشكر الله مبارح لما كنت قاعد وأسيس نبيل عم بحكي بقول هذا سارق نقاطي، عم بسرق. أنا قلت له ما يسرقش مني بعض بس طلع أنه معلش الوعاز الرب كأنه بيكلمنا مرات بعض الأشياء مع بعض، وخصوصا لما حكى عن الصعوبات والضيقات والاضطهادات والعيش بتوبة، توبة حقيقية. اليوم راح أشارككم في الفترة الأولى عن
أربع أشخاص، حياة أربع أشخاص، بنتعلم بعض العبر منهم وخصوصا المذكورين في هذا المقطع اللي قرأناه. أول واحد منهم وأريد بجزء أركز عليه شوي وهو ديماس. يقول بولس الرسول في العدد العاشر اللي قرأناه، يقول لهم، يقول لتيموثاوس في العدد التاسع: بادر أن تجيء إلي سريعا. بولس مشتاق أنه ديماس، مشتاق أنه تيموثاوس يأتي إليه سريعا، بده إياه. والسبب اللي بذكره يريد أن تيموثاوس يأتي ويعين بولس أو يأتي إلى بولس، لأنه فقد واحد من أعمدة خدمته وهو ديماس. يقول بادر أن تجي إلي سريعا، لأن بدي إياك تيجي على السريع، لأن شو يا بولس؟ لأن ديماس قد تركني إذ أحب العالم الحاضر وذهب إلى تسالونيكي. هلأ بذكر البقية وكريسبوس إلى غلاطية إلى آخره، احنا ما بنعرف إذا كريسبوس أحب العالم وتيتوس إلى دلماطية. أنا بعتقد أنه تركوه، لكن ديماس خصوصا بتحز على بقلبه، يعني في وفي نوع من الوجع في قلب بولس، لأنه ديماس تركه، ومش تركه زي الباقيين، تركه إذ أحب العالم الحاضر. شهادة ديماس إلى الآن، وكل الوعظ عن ديماس هي وعظ سلبي. حتى ذكر أسيس مبارح عن داود. اليوم لما نتكلم عن داود دائما نتكلم عن خطيته، داود قتل وزنى، طبعا تاب بس لسه هاي علقة فيه. هون ديماس ما في نهاية جيدة، أو لا نعرف عن نهاية جيدة. داود أخطأ ولكنه تاب، بس لسه هاي الخطايا معلقة فيه لليوم نوعز عليها. ديماس ما في نهاية جيدة. عادة في الأفلام الأمريكية البطل بيأكلها وبيطربوه وبطحنه ومش عارف إيش، وبتنزل دمه، وبالأخير طبعا آني زوجتي بتتفاعل مع الفيلم لما بتشوفه، ولا آني تزعليش، هذا بالأخير هو بيقتلهم كلهم، هو بكون، لأنه هيك الأفلام الأمريكية هاي هيك بتطلع، أنه البطل بالأخير هذا البطل مش راح يموت، هذا الممثل الرئيسي لا تخافي، هلأ خلص أجته رصاصة واخترقت قلبه، بس أنا بقول لها أنا عارف بيروح النبوة أنه راح يعيش. وليش عارف أنه راح يعيش؟ لأنه في الفيلم الجزء الثاني، فيلم الجزء الثاني بدهم يقتلوا ما بصير، فبتلاقي أنه الرصاصة بتكون اخترقت جنب قلبه، كان في هناك حديدة هيك وما دخلت فيها وعاش. هلا أنا بحب هدول القصص بالأخير، إنه على فكرة كتابنا هيك، كتابنا إذا بتقرأ بالأخير البطل تاعنا بيغلب بالأخير، الخارج من صبت يهودا بالأخير بيغلب. أنا بحب القصص اللي بتغلب، بس هون ما عنا عن ديماس النهاية الصالحة، وعشان هيك في درس من ديماس، عشان هيك في درس من ديماس. والدرس الذي نأخذه من ديماس الشهادة السلبية هو التالي: لا يوجد أحد غير معرض لمحبة العالم. ارفع راسك هيك، حط أصبعك في صدرك، ولا يوجد أحد غير معرض لمحبة العالم. فش واحد غير معرض لشهوات العالم. قبل سنين زارني في بيتنا، أنا والدي كان متوفي جديد، وزارني في بيتنا أسيس بتعرفوه البعض منكم إليا ملكي، بيجي كتير كان على عمان، لكن جاب معاه أسيس أنا كنت أقرأ عنه في بداية إيماني اسمه ديفيد دوبليسي. ديفيد دوبليسي نبي، حركة كاريزماتية إلى آخره، كان بالثمانينات، قعد جنبي على الغداء،
كان بالثمانينات، وأنا كشاب صغير قلت له أسيس أنا بحب أسألك سؤال، إمتى الشهوة الجسدية بتخف وبتتغلب عليها وما بتوقع بخطية؟ شاب صغير قال لي ما بعرف لسه ما انتهت عندي. طلعت عليه هيك قلت له ايش اللي عم تحكي؟ قال لي انا عم بحذرك لاخر يوم من حياتك تكون صاحي، تكون صاحي، ما تعتمد انه شهوتي الجسدية راحت، دايما في اشي تكون صاحي من اجله. واو، ما بنسى ابدا، رجل كان بالثمانينات من عمره وكان خايف على حاله، قول خايف على حاله، خايف على روحه. لا يهم كم من الوقت مضى على خدمتك، لا يهم كم من الوقت مضى على خلاصك، مهما كنت مكرس للرب لا يوجد احد غير معرض ويخلص من خطر محبة العالم، لا يوجد، لا يوجد واحد غير معارض. خلينا احكي لكم اشي بقطع القلب، وانا بحكي لكم وانا في رعب في قلبي. قبل شوي او امبارح حكى الاسيس عن مخافة الله، الخوف من الله، وانا جاني خوف لما سمعتها قبل يومين. كان عم بزورني اسيس من اندونيسيا، هو استرالي لكن صار له 40 سنة في اندونيسيا، مش عارف ذكر قال انت كنت في المؤتمر اللي عملوه السنة الماضية باندونيسيا فلان. قلت له لا ما رحت على مؤتمرات انا باندونيسيا. قلت له انو مؤتمر؟ قال لي المؤتمر اللي الاسيس فلاني. قلت له سامع عنه هذا الاسيس؟ قال معروف في كل العالم، عدد اعضاء كنيسته 200,000، 200,000 اكبر كنيسة في اندونيسيا، 200,000 عضو، مش عارف وين يحطوهم هدول، 200,000 وجوز اكتر. قال لي ابنه الاسيس هيك عم بحكي، ابنه الاسيس انا بقعد معه بعمل له منتورينج، يعني برشده لابنه، بساعده، بعمل له منتورينج، بعلمه او اشي. قلت له ابنه الاسيس يعني هو بساعد ابوه؟ قال لا ابوه مش الاسيس. قلت له ابوه مش الاسيس ليه؟ قال كان الاسيس وبدوش يحكي. فابنه وقال لي قلت له استنى شوي، يعني انت عم تحكي انا سامع عنه هذا، ليش ابوه مش اسيس يعني تقاعد؟ قال لي لا يعني قاعدوا، يعني كبير بالعمر قاعدوا. قال لا ما هو حب سكرتيرته وراح معها. فاني لما سمعت قال ويو ليروح دكران تحب سكرتيرتك. قلت لها سكرتيرة ما في، في سكرتير فصعب. بس قلت لها هذا بيعني انه رجل بهذا المستوى عنده 200,000 عضو بكنيسته، يعني بده يكون من مستوى يانج تشو طالع، يعني زي هذا في اخر ايام حياته بالسبعينات. ها سبعينات ترك زوجته فالكنيسة زاحته. يا رب مين انا، مين انا؟ واو. وقتها تذكرت ديماس، قررت ان احكي عن ديماس. هلو، انا بعتقد لازم كل واحد منا يحمل كرت كل يوم اسمه ديماس، هيك يطلع بالصبح طلع عليه تذكر ديماس. ديماس على فكرة كلمة ديماس تعني popular، مشهور، مشهور، كأنه ديماس كان اسمه على جسمه، بحب يكون مشهور راح للعالم. ديماس مذكور بالكتاب المقدس ثلاث محلات، هنا في تيموثاوس الثاني 4، في فيليمون عدد 24، في كولوسي 4:14، ثلاث محلات، في تيموثاوس الثاني 4:10، في فيليمون 24، وفي كولوسي 4:14. شوفوا كيف بيذكر ديماس في هذه المقاطع. في فيليمون 24 يذكر هكذا، هيك بذكر بولس، يقول ومرقس وارسترخس
وديماس ولوقا العاملون معي. اوكي، مرقس، أرسترخس، ديماس ولوقا العاملون معي. بيذكر إذن أنه كان ديماس عامل معي، يعني هدول الزلم تاعي، هدول جماعتي، هدول اللي بعتمد عليهم، هدول الاسيستنت باسترز، هدول المساعدين تاعوني، هدول اللي بيشتغلوا معي، جماعتي جماعتي. كولوسي، يسلم عليكم لوقا الطبيب الحبيب وديماس. فش لوقا الحبيب وديماس. مش حابب يذكر الموضوع كثير، مش حابب يركز عليه. وهنا بولس كأنه بلش ديماس في موضوع، في مشكلته، في مشكلته. بقول هللويا، ما أحلاهم الأولاد. يسلم عليكم لوقا الطبيب الحبيب وديماس. فقط ديماس، مش لا بذكره لا حبيب ولا إشي ولا العامل معي ولا إشي. هنا في تيموثاوس الثاني 14، ديماس تركني. شوف التسلسل، ديماس العامل معي، ديماس، ديماس تركني. امبارح ذكر آية لسيس أنا اتبركت منها، بدي أقرأ لكم إياها من مزمور واحد. أنا ما عمري أخذتها بهالطريقة. طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار، وفي طريق الخطاة لم يقف، وفي مجلس المستهزئين لم يجلس. لاحظوا التسلسل، نفس الشيء على فكرة. بس بحب أقول لك، ما عمره في يوم بفيق واحد الصبح بكير بيفتح عيونه اليوم أنا بدي أترك الرب، ما عمره صارت. اليوم أنا بدي أروح أقتل، ما عمره صار. اليوم أنا ناوي أنه أروح أزني، اليوم أنا بدي أترك الكني، ما عمره صارت هيك. بتصير شوي 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 شوي. هذيك اليوم كنا عم نذكر واحدة كانت تخدم معانا بالعزف، بنت رائعة، واحنا بنعرف اشي عنها. فبذكر واحد بسأل آني، بقول له كيف يعني بطلت تخدم وبتيجي على الاجتماعات متأخرة وبتيجي بتقعد بالقرنة ورا. معروف أوريديس، عارف ايش عم بصير. وانا اول ما اشوف مع الشباب، انا خدمت مع الشباب كتير، اول ما اشوف شاب كان يخدم مولع او شاب مولع شيء وبعدين فجأة نزل، اول شيء بقول شو اسمه. دايما بكون في شاب، وعادة شاب مش مؤمن او بنت مش مؤمنة، بكون مولع بحب الرب، بيجي بيفتح الاجتماع قبل ما يوصل الأسيس بساعة، وبترك الكنيسة بعد ما يخلص الاجتماع بساعتين، بكنس الكنيسة. وفجأة تلاقيه ترك الرب. لا لا، مش فجأة. طوبى الذي لم يسلك في مشورة الأشرار، طريق الخطاة، في مجلس المستهزئين. في تسلسل، في تسلسل. اسمعوا يا أخوتي، ما عمرك بتفيق في يوم وفجأة بتلاقي حالك عامل لك عجل ذهبي. لا لا، بكون الفكر ملش من اول، بكون مبتدي من اول شوي شوي. بجوز ويبدو انه ديماس كان عامل رائع ونشيط مع بولس، لانه ما حدا ممكن يكون مع الرسول بولس الا يكون نشيط. على فكرة بولس، اذا بولس مش ذكران، بولس مش ذكران، بولس دينامو. بولس انا ما يعني بتطلع على مرات حياته. انا شي يوم بعد ما نخلص نروح للأبدية ونقضي، ما بعرف في الأبدية فيش وقت، بس فكروا معاي، نقضي اكمل مليون سنة بس نتأمل بيسوع، هيك نتلذذ بيسوع. الشخص الثاني انا بحب اشوف بولس، اتعلم منه. بولو كان قصير، بولو كان قصير ودينامو، فوعظ طول الليل، وعاز طول الليل. وبعدين أخونا أفتيخوس قاعد على الشباك، بوع أفتيخوس بموت. أنا كان لغيت الاجتماعات للشهر كامل كله،
اجتماعات ملغيين بسبب الظروف الخاصة، بنزل حط ايدي عليه نفخ مش عارف ايش اقامه كمل للصبح. في مكان تاني رجموه تركوه قام اخذ اجازة مرضية 3 اسابيع، رجموه قام نفض راح للمدينة التانية نزل وعز، فيش اجازة تاخده يا بولس فيش. فانا بعتقد اللي حوالين بولس مش ناس الا كيهون زيه، جو 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 هاي ادرينالين. بس حتى مع وجود بولس معاهم، وانا بعتقد انه بولس كان يسهر طول الليل في الصلوات يقوم بكير ويخدم 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 وكلهم معاه كلهم معاه، قلبه كان مش مبسوط. تقدر تكون مع ناس عم بيخدموا بولعة الاجتماعات وانت تعمل كل اللي لازم تعمله، لكن قلبك من جوا شوي شوي عم بحب العالم، عم بحب الأشياء اللي في العالم. ممكن تخدم، ممكن توقف، ممكن تهلل، ممكن ترقص. أنا شخصيا بعد خدمة سنين طويلة بدي أقولها بالإنجليزي I'm not impressed، أنا ما مبهور اللي برفع إيديه أنا مش ضد رفع اليدين أبدا، واللي برفع إيديه واللي كل وقت وبيبين، هو مش مبهور. فرجيني بالأخير حياته، انظر إلى نهايته، انظر زي ما بقول الكتاب انظر إلى نهايته، طلع عليه مش عليه، اسأل زي ما حكى الأسيس، اسأل عنه مرته، اسأل عنه أولاده، اسأل عنه جيرانه. في واحدة بتيجي على الكنيسة كانت عنا وما أحلاها وبتخدم وبتبكي وأنا مش عارف، بعدين واحدة من جاراتها تلفنت لي ما بتيجي على الكنيسة، قال هاي اللي بتيجي تعال انقذونا منها، انقذونا منها، خدوها لأولى مشقة تانية تطلع من هون. شبكة العمارة كلها في بعض، شبكتهم بعض، كلهم متخانقين مع بعض. أنا لا يهمني المظاهر الخارجي، أنا يهمني حياتك الداخلية، حياتك لما تكون لوحدك، حياتك لما مش حدا شايفها، حياتك لما تكون مسافر، حياتك لما تكون ما حدا شايفك. بنيويورك قبل كذا سنة انقطعت الكهرباء ووجدوا كميات السرقة ازدادت، مش من السارقين العاديين، وجدوا أولاد زوات، عائلات زوات محترمين، لأنه فيش كهرباء، فيش حدا يراقب، فيش حدا يعمل شيء. قال لك الإشي اللي كانوا كابتينه بسبب خوفهم، الشهر الماضي ركبوا بعمان كاميرات مراقبة، كاميرات رادار، كان عندنا كاميرتين في كل عمان معروفين وين هم، لما بتوصلهم بتخفف طريق المطار واحدة وطريق قريب على بيتنا واحدة تانية قدام السفارة الكندية، هناك الكل أوبس بخفوا. ركبوهم وما قالوا لهم انه بدنا نشغلهم، قالوا راح نشغلهم بعد شهر، ولكن شغلوهم خلال الشهر هاي تجربة. خلال يوم واحد 1500 حالة تجاوز إشارة حمراء، 1500 بيوم واحد بشهر، ما بعرف كم ألف، وأعلنوها، قالوا احنا ركبناها وأعلناها، وجدوا كمية هائلة. الناس هلأ صاروا يخففوا لأنه في كل مكان في 15 أو 20 كاميرا حطوها الكل. أنا بقول شو صار بشعب عمان، كل بسوق شوي شوي صار في رادارات، وهلأ صاروا يطلعوا الأماكن وين الموجودة هاي المكان أماكن، لأنه في حياتك لما فيش حدا شايفك كيف، حياتك لما بتكون لوحدك كيف، قراءتك للكتاب المقدس لما فيش حدا بيحسب لك اياها كيف. انا ما بعتقد ديماس انكر المسيح علنا، لكن راح الى تسالونيكي. يقول التاريخ ان تسالونيكي كانت مدينة في تلك الايام 200,000 نسمة فيها، زي ما تقول زي بغداد في ايامنا، فيها 6 مليون بقولوا 5 مليون بغداد، ضاع فيها راح اختفى، فيش حدا شايفه. بجوز سئم من عمل الرب، بجوز زهق من عمل الرب، أراد حياة طبيعية، والحياة مع بولس مش طبيعية على فكرة،
أراد حياة عادية، ما بطلع لي أنا، ما بطلع لي أرتاح، ما بطلع لي يكون عندي سيارة فخمة مثل فلان. هذا بولس مغلبنا، هذا بولس ما عندوش زوجة، أنا عندي زوجة بدي أرجع لزوجتي. هلا مش غلط إن يكون عندك زوجة، مش غلط يكون عندك أولاد، مش غلط، لكن ما هي أولوياتك؟ مرات كتير احنا بنحب نكون جزء من العالم، نختفي. انا سمعت واحد قال انا اشتغلت في الشركة الفلانية صار لي 3 سنين ولا واحد عرف اني انا مسيحي. برافو عليك، برافو عليك. بلندد ان بسموه، صار زيهم، يحكي زيهم، يعمل زيهم، يعيش زيهم، مش مبين عليه ولا اشي، خلاص بعيش زيهم، يحب العالم وسط الجماعة. وإلى الآن كل ما نعرف عن ديماس إنه ترك بولس، شهادة فظيعة. بجوز ديماس كان واعظ، ما بنعرف، بجوز كان مدبر، بجوز كان رابح نفوس، لكنه أحب العالم الحاضر. اسمعوا كلمة الحاضر مهمة جدا هون، الحاضر. أكبر عدو في الإيمان هو إنك الحاضر، الحاضر. أنا زايد وزني زيادة، وأنا أخصائي في الرجيم على فكرة، عامل 100 رجيم، وأنا عم بكتشف، تعرفوا إيش مشكلة الحاضر؟ الحاضر. خلينا بكرة ما في، خلينا ناكل اليوم، خلينا ناكل اليوم، خلينا نعملها اليوم. الحاضر إنه أستنى. تعرفوا أكبر عدو هو إنك تعمل بالحاضر ما تؤخر، ما يجب أن تؤخره. لما نفكر بالعالم الحاضر، تفكر شو طلع لي. في واحد خادم للرب في يوم بكي قدامي، قال لي شو طلع لي من الخدمة؟ ولا اشي، لا عندي تأمين صحي، لا عندي بيت، لا عندي تقاعد، ولا عندي اشي. وشو؟ وكنيستي مش عاجبيتهم، والشعب اللي بخدمهم مش عاجبهم، شو طلع لي؟ قلت له نعم، ما طلع لك هون بالعالم الحاضر، لكن في لك كنز عظيم بالعالم الآخر. يا أخوتي بس بحب أحكي لكم، أنا بشعر مع الناس اللي لأنه أنا معرض كمان. مرات بيجيش عبالي أروح على الكنيسة، بس بقوم وأعملها. في حدا منكم بيجيش عباله يقرأ الكتاب المقدس؟ كمون، في مرات مش جاي عبالك تقرأ. هلأ إذا صارت عادي المشكلة، أنا مش عم بحاول أحط دينون عليك، إذا ما قريت الكتاب سوف تنشوي في الجحيم الثالث. لا 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 لا، بس إذا صارت عادي، لاحظ حالك إيش اللي عم تشتيه. صارت عادي إنه ترتاح دائما. تعرفوا في فكرة الديسبلين الموجودة اللي بيحكي عنها بولس الرسول في كورنثس الأولى تسعة. طبعا انتوا عارفين كورنثس الاولى تيجي قبل كورنثس الثانية. انا اليوم عم بعمل تعليم بس عشان تعرفوا. كورنثس الاولى 9، ابدأ من العدد 19. فاني كورنثس الاولى 9-19، فأني إذ كنت حرا من الجميع استعبدت نفسي للجميع لأربح الأكثرين. فصرت لليهود كيهودي لأربح اليهود، وللذين تحت الناموس كأني تحت الناموس لأربح الذين تحت الناموس، وللذين بلا ناموس كأني بلا ناموس، مع أني لست بلا ناموس الله بل تحت ناموس المسيح، لأربح الذين بلا ناموس. عنده هدف. صرت للضعفاء كضعيف لأربح الضعفاء، صرت للكل كل شيء لأخلص على كل حال قوما، وهذا أنا أفعله لأجل الإنجيل لأكون شريكا فيه. ألستم تعلمون أن الذين يركضون في الميدان جميعهم يركضون، ولكن واحدا يأخذ الجعالة؟ هكذا اركضوا لكي تنالوا، وكل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء. ألكي كل شيء. أما أولئك فلكي يأخذوا إكليلا يفنى، وأما نحن فإكليلا لا يفنى. إذن أنا أركض هكذا كأنه ليس عن غير يقين، هكذا
وضارب كأني لا أضرب الهواء بل أقمع جسدي وأستعبده حتى بعدما كرست للآخرين لا أصير أنا مرفوضا، أنا نفسي مرفوضا. واو واو، هاي رسالة مش كاتبها ذكران القس ذكران المبجل، هذا كاتبها بولس الرسول. بولس الرسول كاتبها هاي بوحي من روح القدس، بقول أنا أقمع جسدي وأستعبده. ليش؟ أنا خايف، عندي خوف، عندي رهبة. ليش خايف من إيش؟ بعد ما كرست للآخرين لا أصير أنا نفسي مرفوضا. أنتوا شهادة الثانوية العامة بتسموها توجيهي أنتوا هون بالنهاية ثانوية، ثانوية العام، بكالوريا مصر بالأردن، مصر احنا تعلمناها توجيهي، هلا ما بسموها توجيهي بمصر، احنا عنا توجيهي. وقت التوجيهي بصير الكنيسة بصير نصة ما بيجوا إلى آخره. أنا بفهم ليش، لأنه بكون في البيت حالة استنفار وقت الامتحانات، لكن التوجيه عندنا بيقمعوا حالهم، ما بيطلع ما بيروح ما بيجي ما بيأكل ما بيعمل، بيسهر بيعمل 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 عشان يأخذ شهادة يدخل طب، لأنه مصير حياته. أنا وياك عم نقمع جسدنا؟ اسمعوا أنا عم بحكي على الجسد الطبيعي. أنا السبب زيادة الوزن أنه تركت حالي، يلا هذا بناكله ماشي مش عام، زاد منك أنا باكله. حدا زي اللي منكم نحاف ما عندهم هاي المشكلة، احنا عندنا المشكلة. أنا مثلا زي مش بدكش تاكلي هاي، حطيني على الصحن تاعها، بدكش تخلصيها، بدكش هاي الجاتو بدكش تخلصيه، لا انا ما لا لا بدي اخلصه انا، مالكش اذا ما بدك باكله انا ما. خليني ادوق، خليني ادوق، باكل هذا هذا باكل هذا باكل هذا باكل هذا. اخ يا رب يا رب، او حدا منكم يصلي هيك، يا رب اجعل هذا الطعام يكون مفيدا لاجسادنا. وبعدين شو بصير؟ نهمل بهاد نهمل بهاد. خليني اقول لك كيف توقف. ابدا الديسيبلين بحياتك، ابدا حدا منكم خدم جيش هون؟ انتوا بتعرفوا الجيش شو بيعمل. انا ما خدمت جيش، انا ما خدم، بس اشي نتعلمه من الجيش هو الديسيبلين، هو ضبط انضباط النفس ساعة معينة ساعة. على فكرة أنا مبسوط إنه معظمكم موجودين اليوم. إحنا عنا بالبلاد العربية ما في ديسيبلين، مثلا بتقول الاجتماع ساعة 10 بشرفوا 11، فهلأ إحنا منقول الساعة 9 عشان يشرفوا الساعة 10، بس الناس اكتشفوها صاروا يجوا 10:30. فاهمين علي؟ أجاني واعز مرة حكى على church growth، نمو الكنيسة، وشعبي كان يوم جمعة هيك صباحا هو عم بوعز وأنا عم بترجم، الناس عم تدخل. وقف هيك الاجتماع قال واو، حتى وأنا بوعز الكنيسة عم تنمو. الكنيسة عم تنمو. I'm getting church growth while I'm preaching. حطيت راسي بالأرض، قلت له معلش احنا بس ليه إذا في دوام بالبنك، إذا بتشتغل بالبنك بقول لك ساعة 8:05 بسمحوا لك، 8:07 بيخصموا لك. لما يجي للرب take it easy. نعمة cheap grace. ليه لما يجي للرب نشتغل نصكم زي ما بقولوا؟ ليه من خدمتنا نصكم نروح نخدم العالم خدمة نهلك على كم من دينار؟ ولما يجي للرب ما عنا الالتزام، لأنه الحقيقة نحن في خطر إنه نترك الرب، وهدول هم الناس اللي ممكن يتركوا الرب أول ما يكون قلبهم ابتدى يبتعد عن الرب، قلبهم ابتدى يفتر شوي شوي، تلاقيه أهمل في ظروفه، أهمل في حياته، أهمل في قراءته للكتاب المقدس، أهمل في أنه يصرف الوقت قدام الرب، عمل عادة أنه يترك اجتماعه كما لقوم عادة يترك الاجتماع. يلا معلش، هلأ أنا بعرف في ظرف مرات بصير في ظروف، بس مرات ما في ظرف وانت بتاخد
هلا اذا ما جيت على الاجتماع ما رح تروح على جهنم، لا لا، بس انا بخاف عن العادة. سمعت عن واحد فق يوم احد صبح بالغرب وقال لمرته انا اليوم بديش اروح على الكنيسة، مش جاي عبالي اروح على الكنيسة. قالت له بس لا، في الكنيسة ناس بحبوك، روح روح. قال لا ما في سبب تاني، قال في ناس كتير بحتاجوك، روح هناك. لا لا مش جاي عبالي اروح. قالت له انت الاسيس وعليك الوعظة، قوم روح. هلا انا بشعر مرات كتير بقوم الصبح مش جاي عبالي اروح، حتى ولو مش علي الوعظة بس بقوم بروح. بتعرفوا ليش؟ لانه اذا كسرت العادة هاي وعملت عادة بخاف من العادات. ففي كتب كتير بتحكي، كتب مسيحية بتحكي عن العادات الإيمانية الروحية الصالحة، عادة انك تقضي وقت، عادة انه تصلي. بتعرفوا انا بتطلع على الجماعة اللي حوالينا عندهم عادة انه يقطعوا اليوم ويصلوا خمس مرات. عم فتش على اب في الاب ستور اشي يذكرني انه انا اوقف خلال النهار اخذ لي خمس دقايق اصلي فيهم. عادة يهودية، نعم عادة يهودية. هلا احنا منقول تصور هدول شعرين بذنب، شعرين بدينون، عشان هيك بعمل بخوف. لكن انا عم بقول ليه ما نعملها عادة؟ ليه ما نعمل عادة قراءة الكتاب المقدس؟ ليه ما نعمل عادة نخلص؟ انا بعرف في كان وقت انا كنت مقرر انه كل سنة لازم اخلص الكتاب، هلا ما بعمل، هلا بعمل اشي تاني. بس انا بعرف ناس كل سنة بخلصوا الكتاب المقدس مرتين. وعنا بعض القادة، ما أنا ما بعرفكم أنتوا، عنا بعض القادة الإنجيل العهد الجديد مش مخلصينه، ما بيعرفوا متى من متي، وبيحسبوا حالهم وبتسألوا بقول لك هذا موجود بالكتاب المقدس؟ مش عارف القصص البسيطة من الكتاب المقدس، مش عارف قصص بسيطة المعروفة بالكتاب المقدس. أنا ما عم بحكي على القصص الأشياء المعقدة مثلا المعروفة هنا هناك الصعبة، مش عارف ليش؟ لأنه ما عم بيمضي الوقت بالكتاب المقدس. نشكر الله زي ما قال الأسيس هذيك اليوم، أول شيء من نعمله لما نفيه منصبح على الموبايل. خرب بيتنا، أنا خرب بيتي هذا الموبايل، خرب بيتي أول إشي. اليوم فقت أسيس طلعت عليه وتذكرت وعزتك حطيته، قلت هلا الأسيس نبيل بيجي بيزعل مني، خايف من أسيس نبيل بس مش خايف من الرب. معي انتو يا جماعة فاهمين؟ ديماس تركني. بولس بقول في كورنثس الأولى 10-12 بقول إذا من يظن أنه قائم فلينظر أن لا يسقط. أنا بخاف على حالي، وأفضل أنك تخاف على نفسك، أفضل أنك تخاف على نفسك. عشان هيك الآية اللي حكاها تمموا خلاصكم. واو، هلا مش انه لا لا، بس حاسب حساب انه بدك تدير بالك. عندنا بالاردن الشهر هذا، الشهر اللي احنا فيه، طلع موضوع الانفلونزا الطيور ولا الخنازير، الطيور، طيور اظن جديد. انا صرت اشوف الناس حاطه كمامات هلا وماشي خايفين على روحهم. هلا انا ما كنت عارف، سالت قلت ليش الجماعه حاطين؟ قالوا لي ما بتعرف، شركة باعت كل المطاعيم تاع انفلونزا الطيور بيعة واحدة باعتها، وضايلها شهر تخرب. اطلعوا اشاعة انه في، رحت على صيدلية اشتري انتيبايوتيك عادي، واللي انت مش عارف في 150 واحد في المستشفيات عندهم انفلونزا طيور. قلت له من وين هذا؟ ما سمعت عنه. قال لي بتحب تاخد المطعوم؟ قلت له لا بديش مطعوم، بده يبيعني مطعوم. صار ناس خايفة على حالها، بس ليه ما منخاف من الخطية؟ ليه ما منخاف من ليه ما منخاف نتفرج على أشياء لا تليق؟ أنا ما بقول لك إنه رح يصير خطية ورح تخطي، بس درب حالك، درب حالك تسمع الأشياء الحلوة، تسمع بدل ما تسمع الأشياء اللي مش حلوة، تشوف الأشياء. أنا بحب أتفرج على أفلام، بتحب أتفرج على تلفزيون. أنا وأني كنا قاعدين بلش، قالت لي برنامج حلو بس بلش مش منيح. أنا بتقولي شو؟ هقلب. ليه؟ ما رح أتأثر، ما رح أترك الإيمان من مرة واحدة، بس ما بدي أعطي حالي عادة تصير. ليش؟ أنا خايف على حالي. إذا أنتم مش خايفين أنا خايف. لا أريد بعد سنين طويلة من الخدمة أنا
السنة هاي بصلي 41 سنة بالإيمان. بالإيمان أنا ما بدي أكون في نهاية عمري أسمع زي أسيس الفلاني ويقولوا هذا الأسيس اللي كان واللي عمل وأنا مش أدها لولا نعمة الرب. أمين. أحكي لكم عن شخص تاني في هذه المجموعة، لوقا. بولس عم بقول في الرسالة اللي قريناها تيموثاوس الثانية بقول لوقا وحده معي، لوقا وحده معي. بولس عم بحكي انه ديماس تركني، احب العالم، الاخرين تركوه لاسباب ما بنعرف، صالحة مش صالحة، كريسبوس الى غلاطيا، تيتوس الى دلماطيا، بس لوقا وحده معي. هو وحده لم يترك الرسول، هو وحده بقي مع الرسول. ماذا نتعلم من لوقا؟ نتعلم من ديماس انه لا يوجد احد غير معرض لمحبة العالم وللسقوط. لوقا نتعلم انه لا يوجد شخص عديم الفائدة، او لا يوجد شخص لا يمكن ان يستخدمه الله. انا بحكي خصوصا اليوم بدي الناس اللي يسمعوني، انا ما بعرف معظمكم، بعرف كم من واحد منكم، احنا ما بعرف ليش صارت الخدمة هي انك توقف ورا منبر. كتير مرات منفكر انه الخدمة تقف ورا منبر. هلا ما بنعرف اشي كتير عن لوقا، نعرف انه كان طبيب، بس بنعرف اشي عن لوقا بعدين بعد سنين، انه لوقا كتب اعمال الرسل وكتب انجيل لوقا. بس خلال وجوده بأيام مع رسول بولس بالأبوستوليك تيم، بالتيم تاع رسول بولس، ما بنسمع عن لوقا عمل إشي كتير، بعته تركتك في أفسس لتدبر الأمور زي تيتوس أو إشي، ما منع. لوقا موجود ويبدو كأنه هو صفر حافظ منزله، يبدو. لكن لوقا نعرف انه له اهمية كبيرة جدا جدا جدا. اسمعوا، مش الناس اللي بوقفوا على المنبر ومشهورين وبطلع على التلفزيون هم الناس اللي بالضرورة يكونوا مشهورين. كنت قبل مدة في مصر مع خدام من كنائس الرسولية، وبعدين اجا واحد قسيس جليل كبير بالعمر، انا مش فاكر اسمه حتى، اجا قال لي بدي اهديك كتاب كتبته. قال لي هذا الكتاب رقم 200 وإشي. قلت له 200 كتاب عندك؟ قال لي 200 كتاب انا كاتبهم. طلعت انا نص كتاب مش قادر اكتبه. قلت له حط ايدك عليه قسيس، اعطيني مسحة كتابة الكتب، انا حابب اكتب كتاب، صار لي 10 سنين بقول لازم اكتب كتاب، مش اكتب كتاب اتجوز يعني، لا اكتب كتاب. هلا انا ما بعرف هذا الاسيس، ولا بطلع على التلفزيون ولا بعرف ولا هذا، وكبير بالامر. طلعت على الكتاب، اوكي كتاب بجوز مش انا بفيدني كتير، بس كتاب كاتب، وهذا سيبقى لاجيال، هذول الكتب سيبقوا لاجيال، ما حدا سامع فيه. احنا بنشوف الاسس اللي بيطلع على التلفزيون، شفتوني وانا ميت، اجنن وانا ميت، اطلع وما احلاني واطلع على التلفزيون. في بعض الناس بيبعتوا لي شوفني انا عندي مقابله على التلفزيون، بكون طالع هيك بجنب المقابله هيك بالشارع، مش هذا اللي بيأثر. اللي بدي اقول لك اياه، ما في حدا لا يمكن ان يستخدمه الله. بجوز انت تشتغل من وراء الكواليس كومبارس مش مبين، لكن إلك خدمة، إلك خدمة. أنا ما بعرف شو هي الخدمة، بجوز خدمتك ترتيب الكراسي، ما بعرف، بجوز خدمتك أنت تشجع الأسيس، خدمتك تكون هناك الأسيس يطلع مش شايف حدا، أنت دايما موجود.
وهذا ما حدث مع بولس. بقول الكل تركني بس لوقا هذا مش راضي يتركني. ما عندوش خدمة، هذا ما عندوش خدمة، بيعرف شو يوعظ بجوز لوقا. على فكرة الناس اللي بيكتبوا كتير بجوز مش بالضرورة بيعرفوا يوعظوا. أنا كان عندي بروفيسور فتحل بالفيزياء، إشي لا يصدق، بس لما يطلع يبدأ يعطي المحاضرة الكل ينام، مملة درجة غير معقولة، ما بيعرف يوعظ، بس كان علامة فيزيكس، علامة. وهكذا في بعض ناس علامة بيعرفوا يعملوا لكن ما بيقدروا يوعظوا. احنا مبهورين بالوعاظ، احنا مبهورين باللي بينه. واليوم للأسف الكنيسة المسيح صارت مبهورة بالمرنمين، في مطربين هلا الموجودين، طلع على اليوتيوب تاعهم تلاقي 200,000 300,000 فيو، طلع مسكين لوعظة أسيس تلاقي 3 فيوز 4 فيوز. مبهورين. جيبولنا المرنم الفلاني، مرة قالوا لي، قلت له مرنم بديش مرنم، بديش مطرب، أنا بدي واحد يعبد الرب، ما بدناش. مبهورين، انبهرنا، صرنا زي العالم. بس أنا بعتقد في ناس منا ومنكم من وراء الكواليس الرب يجهزه لأشياء أنتوا ما كنت. أنا ما بعتقد أنه لوقا كان بفكر أنه إنجيله رح يكون موجود، كتبه لواحد ثيوفيلوس، قال له زي مكتوب، أنا بحكي لك هو إلك زي ما أنا أكتب مكتوب لصديقي، كتبها مكتوب وطلع. الآن هذا الإنجيل 2000 سنة، اليوم عم نرجع لألفين سنة عم نكتشف الكنوز من كلمة الله بسبب أنه لوقا استخدم موهبته اللي عنده. على فكرة مش الكل، أنا عم بكتشف مش الكل عنده نفس الموهبة، هلو، مش الكل عنده نفس الموهبة. اوعى تحاول تكون انت نبيل عطلة او ذكران، او ما تكون، هو موهبته مش موهبتي، بس انا عندي اشي هو مش موجود عنده. بجوز انا وزوجتي نختلف كليا، عندها مواهب بقول يا ريت انا عندي هاي المواهب بس ما عندي، بس بشكر الله الرب جابها لحياتي، انا مستفيد. وانت كمان اسيس مش هيك؟ عندهم مواهب زوجاتنا، ماذا سنصنع بدون هؤلاء الزوجات؟ انا بقول لك شو راح اصنع، اشياء كتير. بس مرة حكيت لأبوها لآني هاي جانبيا، قلت له هاي البنت اللي عطيتني اياها عم تاخد كل فلوس يا بابا. قال لي طبعا، ليش انا عطيتك اياها؟ كانت تاخد فلوس، يلا خليها تاخد فلوسك. بمزح. عندها موهبة يا اخي، موهبة اسمها التسوق، ضرورية جدا في البيت. فاهمين علي؟ شو موهبتك؟ شو موهبتك؟ استخدم الله. ممكن بجوز انت تفكر موهبتي مش مبينة، لكن ان كنت امين فيها الرب راح يستخدمها. وبتعرفوا بجوز موهبتك بس تكون عند رجال الله، بس تكون جاهز. تعرفوا في الكنيسة ناس كتير معاك وانت طالع بس مش معاك وانت نازل، هدول تعرفوا من اللي بيسألوا عنك ما حدا بيسأل عنك. ما حدا. اخوي كان يعرف مدير مؤسسة كبيرة 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 كبيرة، كان اصدقاء وكان في شغل بناتهم اخوي، وهذا فجأة هذا مدير مثلا شلوه من هذا، قاعد لحاله. بتعرف واحد بكون وزير وتاني يوم ولا شيء، يكون وزير وكل أصدقائه بتركوه. أخوي صار يروح يزوره أكتر، قلت له ليش بتروح؟ قال لأنه الآن ما عنده حدا، أنا الآن بدي أوقف معاه. والشخص هذا ما نسي له هذا المعروف طول عمره، رجع وقال انت الوحيد اللي وقفت معاي لما انا كنت في المركز الكبير الكل بده رضاي، لما نزلت فيش حدا بسأل عني، انت كنت تسأل عني مرتين ثلاثة بالاسبوع، تليفون تزورني تعزمني، انا ما بنسى لك اياه. بجوز هاي موهبتك، بجوز موهبتك مع بجوز بتحب تحكي تليفونات، استخدم الموهبة، تلفن، اسأل عن الناس كيف حالك. تعرفوا انا كخصيص الناس اللي بتلفنوا لي معظمهم بدهم اشي،
اتمنى ان واحد يتلفن لي يقول لي كيف حالك قسيس، حتى لو بيبدو كيف حالك قسيس بقول الموضوع خش بالموضوع. في عندي اكم من واحد ومش من كنيستي، مش من كنيستي، بتلفنوا كيف حالك، انا منيح في شيء؟ لا بس حبيت اسالك، كنت على بالي وبصلي لك بس بسال. قلت له اكيد بدكش اشي، بدكش اصلي لك اعطيك اشي تقدمة كذا اتوسط لك اشي. في بعض الناس بيبعتوا لي مسجز بس لما بدهم ارقام تليفونات بعض الناس، انا عامل سنترال كان وانا هون اجاني اجاني مسج من عمان، I know you're not in عمان بس بتقدر تعطيني رقم تليفون فلان، وكل اللي عليه تلفن للكنيسة عنا وبياخد كل التليفونات بكل سهولة، بس لا لازم انا اعطيه. بجوز موهبتك انك تسأل عن الناس، ما تستهين بالموهبة لانه الله بيقدر يستخدم اي شيء. بجوز بتكتب انت، ماشي، بجوز مش مقدرك الاسيس بس اكتب، اكتب ترانيم، اكتب شعر، الف الحان، بس انا بألف ما برنمها، بجوز رح يجي الوقت انك ترن يرنموا لك اياه، بس انا الاسيس ما بعرف. استخدم الموهبة لأن الله عنده وضعك أنت وكسر القالب، ما في مثلك، الإشي اللي بتقدر تعمله ما حدا غيرك بيقدر يعمله، والله ممكن يستخدم هذه الموهبة. هذا ما يعلمنا يا لوقا. إذا نتعلم من لوقا أنه لا يوجد شخص عديم الفائدة أو النفع. نيجي على نمرة 3، مرقس عدد 11. لوقا وحده معي، خذ مرقس واحضره معك لأنه نافع لي للخدمة. مرقس، يوحنا مرقس كان ابن والدته اسمها مريم، مذكور في أعمال 12. بيت أمه هي المكان اللي أجا له بطرس بعد ما خرج من السجن بقوة الملاك لما أخرجه من السجن. ومرقس هو ابن أخت برنابا، كولوسي 4:10. مرقس هو اسمه اليوناني، يوحنا هو اسمه العبري يهوى حنان. في أعمال الرسل 13 نقرأ قصة مرقس مع بولس ومع برنابا. لما أجوا يطلعوا كانوا حضروا حالهم في أعمال 15، الرسولين كانوا عم بحضروا حالهم حتى يزوروا كافة الكنائس اللي أسسوها. برنابا أراد أن يأخذ مرقس معهم، لكن بولس يقول له هذا اللي تركنا في بامفيليا مش رح ناخده معنا، هذا قطعنا بنص الطريق. بتصير عدم اتفاق بين الرسولين على مرقس. بولس كان شديد على فكرة. بولس كان شديد، والله استخدم هاي الشدة، ولا عنا على القليلة 13 رسالة بالعهد الجديد كتبت في السجن، كتبت أنا لما يوجعني راسي ببطل أوعز لخمسة أسابيع، بيجي عبالي ما أوعز لأنه بولس في وسط السجن يكتب رسائل، في وسط السجن يبشر يشتغل. فبولس متطلباته متطلبات كبيرة، high standard، raise the bar اللي استعملته. فمرقس برنابا عنده موهبة انه يوقف مع الضعاف، فمرقس ماميز بوي هيك يعني دلوع، استعمل الكلمة دلوع، دلوع شوي. بولس يقول له لا ما بناخده، برنابا يقول له ناخده، ما بناخده، انقسموا على بعض واخذ مرقس وراح الى طريقه الى مكان اخر. بعد سنين الان هذه رسالة في نهاية ايام بولس معي ولا نمتوا انتوا؟ خلصنا احنا بس بي كمان واحد، بس اعطوني وقتكم، بس انا بدي اشجعكم اليوم نتعلم اشياء من مرقس. بعد في نهاية ايام بولس بيحكي لتيموثاوس بقول ديماس تركني، فلان تركني، فلان تركني، لوقا بقي لوحدي، خذ مرقس واحضره معك لأنه نافع لي للخدمة. شو صار؟ أنا ما بعرف شو صار،
جزء التاريخ بيحكي أشياء كتيرة بس ما بنعرف شو صار، بس منتعلم من مرقس إشي واحد، لا يوجد شخص لا يمكن أن يغفر له ويعاد استخدامه من قبل الرب. امبارح سمعته من الأسيس عن شخص بحسب قلب الله، بحسب قلبي، هذا اللي زنى، هذا اللي قتل، داود النبي، لكن كان يعرف كيف يتوب. واو واو. مرقس ما بعتقد انه زنى، ما بعتقد انه مشكلته انه كان ضعيف شوي، لكن طلع من مرقس اشياء. بولس وكأنه يعتذر في نهاية ايامه، بقول جيب مرقس هذا نافع لي للخدمة، مش هذا اللي انت حلقت له، مش هذا اللي كرفته، مش هذا اللي ما كان نافع، مش هذا اللي اختلفت مع برنابا صديقك اللي جابك اللي دعمك، كنت مستعد انك تتركه مشان هذا؟ بقول نعم، لكن لا يوجد شخص لا يمكن ان يغفر له حتى في اخر ايامه. خليني بس اشجعك، بجوز انت فشلت، بجوز صار في اشياء بحياتك، بجوز صار في اشياء غير طبيعية في حياتك. انا في ناس بصير عندهم طلاق، بصير عندهم في 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 شخص اجى قال لي انا صار في طلاق بحياتي والسبب مش انا. بتعتقد انه ربنا بيقدر انت بتقبلني؟ قلت له مين انا حتى ما اقبلك، وانا بعرف انه من الموضوع مش انت السبب، زوجتك تركتك وراحت. ممكن الرب يستخدمني؟ نعم ممكن الرب يستخدمك. عنده طريقة الرب انه يحول القتلة ويحول المجرمين. خد بولس نفسه، هلا رح نيجي لبولس. بولس نفسه كان رئيس عصابة داعش في ايام، في تلك الايام كان المخطط والناس، كان من الامراء في هذيك الوقت. بولس استخدمه. لا يوجد شخص لا يمكن ان يغفر له، لا يوجد شخص لا يمكن ان يتغير، لا يوجد شخص. عشان هيك ما نيأس. انا اتعلمت من خدمتي انه في بعض الناس حطيت املي فيهم وخذلوني، بس بعد مدة الرب اقامهم مرة تانية. انا بطلت افشل، معلش منقول هذا ما بنفع اليوم، بس بجوز بكرة ينفع، بجوز بهالفترة هاي الرب يشتغل فيه ويندعك، بجوز يروح السجن، بيروح ناس تانين، بيشتغل ناس تانين، لكن الرب ممكن يجيبه. مين بقول نعم؟ الرب قادر. عشان لاك تفشل من حالك. ياما في اوقات انا فشلت من نفسي، قلت خلاص انا ما ممكن الرب يستخدمني، والرب بنعمته لما يشوف قلبك الصح بيجي بزيد عليك نعمة. مش عم نحكي عن النعمة الرخيصة، اعمل اللي بدي اياه، انتوا فاهمين، بس لما بتكون ضعف ومنكسر قدام الرب، الرب بزيدك نعمة وورجيك انه بيستخدمك. تقول انا لو انا محلك ما بستخدمني. ها، بس الرب فوق كل هذا، لانه احباء، لانه عينه علينا، بيقدر يستخدمنا. هذا الدرس. واخيرا ناتي لبولس كاتب القطعه، كاتب الرساله هاي بولس. بولس الاسم اليوناني بيعني the little one او الصغير، small one، humble، ممكن يعني واحد يعني humble، ما بعرف ايش humble بالعربي، متواضع. الحقير. yes، little one humble، الحقير. اوكي على فكرة، بس انا ارمني، انت بتعرفوا انا ارمني، و مرات الأرمن بيستخدموا كلمات بعربية غلط. في عندكم أرمن هيك بيستعمل؟ أنا والدي كان أرمنيته، عربيته كانت مكسرة، اللغة العربية طبعا، مؤنث مع مذكر، مذكر مع مؤنث، وهذا، وما كان يعرف يحكي العين. جوسيكا أنت رائعة. أبوي ولدان بلبنان، بس عاش أول أيام حياته، أول 14 سنة من حياته عاش في حي الأرمن في الدورة في لبنان، فكل شيء أرمني كان حواليه، فما كان يعرف لا الحا، كان يهيو الحا
والعين كان يقولنا عين عين. في يوم كان في ولد يشتغل عند أبوي كان أبوك هيك لا بس أبوي هيك كان يشتغل اسمه يوسف. يوسف كان شوي هيك إمكانياته العقلية بس كان بنقول عنه جت جلدة يعني يروح يجيب شغلة ويعمل شاي وقهوة. فأبوي مرة بحكي ليوسف بقول له يوسف فلان راجب واحد قصير للزبون بده عصير روح جيب واحد قصير. فروح روح يوسف راح نص ساعة وما رجع بعدين رجع بخفي حنين إد لورا ولان وين القصير؟ المعلم أنا فتشت على واحد قصير ما لقيته. فالكلمات فعلى هاي الكلمة في واحد تاني بالشام أرمني بده يعرف على الأسيس أسيس إبراهيم اسمه أسيس إبراهيم بده يحكي إنه هذا أسيسنا متواضع كتير. فترجمها من الأرمني بقول هذا الأسيس نواطي كتير. بولس واطي كتير يعني فهمتوها أرجو تواضع تواضع. بس أنا عم بنكت عشان تفيقوا البعض منكم عيوني ما أنتم مروحين إلا مع بتوع اللبن. ماذا نتعلم من بولس؟ نتعلم من بولس أنه مهما تقدمنا روحيا لا نتخطى إنسانيتنا لساتنا بشر. هلو؟ أنا كل يوم صبح لما بدخل بعمل شاور بكتشف أنه جنحاني الملائكة مش موجودة لسه لساتني بشر لساتني إنسان. الرسول العظيم هون في روما يقف في احتجاجه الأول قد أنهى احتجاجه الأول مع أمام الإمبراطور. كان في مؤمنين في القصر لكن الجميع تركوا كل تركوا بعد كل هاي الخدمة بعد كل هذه التضحية. اسمعوا البعض منكم ما سألكمش تخدموا كتير بس اللي عم بيخدم كتير مرات كتير بوصل لمرحلة بعد ما أنا عملت كل هذا ويخنوني ويتركوني. اسمعوا أنا اختبرت هذا بعد كل اللي عملته معاهم بعد كل التضحيات. بيتي كان مفتوح إلهم فلوسي كانت إلهم دموعي كانت إلهم كل بعد كل هذا يتركوني. بطلت ألعب بعدين صارت دينوني علي إنه ليش أنا بشعر هيك إذن أنا ما بنفع. بولس بقول في احتجاج الأول لم يحضر أحد معي بل الجميع تركوني لا يحسب عليهم. وبعدين بقول له لتيموثاوس بقول له أحضر معاك الرداء والكتب ولا سيما الرقوق. جون ستوت المعلم المشهور بقول بولس كان وحيد بردان وزهقان lonely cold and bored. بقول له أحضر معاك الرداء بردان الكتب زهقان ولا سيما الرقوق. كان لوحده الكل تركوه. هل قد ماشي مع الرب هل قد بيخدم الرب لكنه زهقان لساته بشر لساته بردان. على فكرة بس بحب أحكي لك وجودك مع الرب لا يقيق من البرد والصعوبات والمشاكل لا يقيق لا ما في وجودك مع الرب لا يعني انه ما رح تتضرر من الازمة الاقتصادية ولا تتضرر من التفجيرات اللي بتصير ولا لا يحميك. قد يحمي الرب في خطته واذا ما حماك مش معناه انه ما بحبك. في اشياء يشرق شمسه على الاشرار والابرار. انا من النوع اللي بالاردن ما بحبش البرد عنا برد هالسنين الخمسة الاخيرة بحبش البرد صرت ودفي حالي بس لا يحميني انه ما بقدر اصلي يا رب بلاش برد. انا خاضع لسه لساتنا في هذا العالم خاضعين لقوانين العالم الموجودة وقوانين العالم مرات صعبة. بقول له هات الرداء بردان. ما فيش عندك رداء اخر؟ مبين ما كانش عنده رداء اخر بعد كل هاي الخدمة.
قبل شوي قبل ما نيجي انا والاسيس الاسس انا عم نحكي عن انه احنا بنتوقع انه نيجي للرب ونيجي للرب كل مشاكلنا رح تنحل والفلوس رح تزيد ما رح يعنينا ضيق الاولاد ما رح يمرضوا وكلهم علامات ويدخلون هندسة وطب وصيدلة وما بنتوقع يصير عندنا أي من المشاكل لكن وجودنا بالإيمان لا يعفينا من المشاكل كمؤمن لا يجعلك سوبرمان لا يجعلك فوق الطبيعة لأنه في الكنيسة في مملكة الرب في لسه رسل أنبياء خدام وعاز بردانين زهقانين زعلانين لا يحمينا من أن نكون بشر لا يحمينا من أن تعرف في تعليم جديد مش جديد هو موجود خصوصا بالغرب أنه أنت لازم تعليم الرخاء الرخاء هذا اللي طالع prosperity خرب بيتنا خرب بيتنا واحد بطير بطيارة حقها 63 مليون دولار بجمع مصاري 63 مليون دولار من المعلمين اللي بيطاع التلفزيون 63 عشان يرتاح شوي ما يروح يوقف في الدور يطلع بفيرست كلاس بدوش بده يطلع في الطيارة 63 مليون دولار وفي ناس معهاش تاكل من خدام في بلادنا وشو اللي عم بيعملوا أنا مش راح أدينه ما بعرف قلبه ما بعرف ظروفه بس المنطق بقول إنه هذا لا يمشي مع هذا هلو روح الله ساكن فيي لكني ما زلت إناء خزفي هلو ما زلت قابل للكسر والعطب والرطوبة والمشاكل والزعل والإحباط والتراجع والزهق والتعب ما زلت أنا بشر ما زلت أنا بشر ما زلت ما زال بعض المؤمنين القديسين بمرضوا بمرض السرطان يبعدوا عنا وعنكم ما زلت نؤمن ومع هذا ما زلت أؤمن أن الرب يشفي من السرطان إذا ما شفى ما بعرف ليش ما بيشفي بس نروح منعرف ما زال فبعض المؤمنين بيموتوا أنا والدي مات عمره 51 سنة وكان قديس أبوي كان قديس يعني بمعنى أنه كان يحب الرب أنا بطلع على حياته بقول ليش أخذته بكي أنا مش فاهم تعرف أبوي كان عنده عادة ما أعرف كان عنده سجادة صلاة في البيت تصور أسيس بتعرف كل يوم إحنا كنا أولاد صغار ما بتذكر اليوم اللي ما كان يحط كل يوم الصبح بأرنة الغرفة تاعته سجادة الصلاة ويحط راسه على الأرض سجود بس مش يقوم ويطلع راسه بالأرض طول الوقت ويصلي طول الوقت وإحنا الأولاد صغار كنا عم 5 سنين 10 سنين 12 سنة لحد ما مات يحط راسه ويقوم بالليل نفس الشيء عنده يبني نص ساعة تلت أربع ساعة راسه بالأرض هو يصلي بحب الرب وإحنا قلنا الرب ما ولا يمكن لما مرض أمين الرب رح يشفي وما شفاه ومات وزعلت على الرب أنا زعلت على الرب 3 أشهر بطلت أحكي معه خصمته بعدين الرب كلمني من خلال القصة أنه رح أعرف بس أروح هناك بعدين اكتشفت إشي تاني بس أروح هناك ما رح أسأل ليش ولا رح يهمني أصلا ما رح أفضل أبوي لما أروح هناك ما رح أفضله رح أكون أنا ما بعرف السماء ما عمري رحت بس أروح ما رح أقدر أحكي لكم إذا رحت قبلكم بس في ناس مؤمنين بروحوا في ناس مؤمنين بروحوا أتقياء بحبوا الرب بروحوا أنا مش عم بقولكم ديفيد ويلكرسون اللي كان معانا زوجته عاملة 25 عملية منها كانسر كله كانسر 25 عملية كان يسوق السيارة خشب تراك ما بعرف كان عمره 79 سنة هو بسوق في صحته الكاملة دخل بتراك مات هو فورا وزوجته اللي مفروض تموت ما ماتت ركب لي يا هاي المعادلة أنا وياك بنقول خدها هاي خليه هو هي ما عم تخدم قاعدة في البيت عالة وعاشت بعديه سنة وسنة ونص قبل ما مات ما تسأل مش مؤمنين مؤمنين بيخدموا الرب بيخدموا الرب ما بيعفينا نتعلم من
بولس لساتنا، بس رح يجي اليوم، خلينا لكم رح يجي اليوم رح ناخذ اجساد ممجدة، ورح يروح التعب والزهق والمرض والحزن والبحر لا يكون بعد، والفراق لا يكون بعد. رح اوكي ننهيهم. تعلم من ديماس انه ما في حدا مش معرض للخطية وللعالم الحاضر. تعلم من لوقا انه الله يستخدم كل شخص. تعلم من مرقس انه الهنا هو اله الفرصة الثانية والثالثة والرابعة. اذا بترجع بيستخدمك، اذا بترجع بتعود نافع لي للخدمة. تعلم من بولس انه لساتنا بشر مع اننا نعمل كثيرا للرب. تحب نصلي؟ يا إله الحي، يا إله الحي، يا إله الحي، يا رب، يا رب، أولادك اللي بيخدموك أنا أعطيت الكلمة، لكن أنت استخدم الكلمة لتكون حياة. بصلي يا رب أنه تنغرس في القلب، بصلي أنه تأتي بثمر، بصلي أنه تذكرهم عندما يحتاجوا بهذه الكلمات البسيطة. بصلي أنه هذه الكنيسة تقيم منها أبطال، أبطال ظاهرين وأبطال مش ظاهرين، لكن أبطال في عينيك. لا نريد أن نحكم بحكم البشر، لكن نريد أن نحكم بحكمك يا رب. نسمع منك، أذاننا لك، أعطينا كقادة نعرف مين أنت حاطت عينك عليهم، مين الناس اللي نافعين لك للخدمة، مين الناس اللي أنت دعيتهم، مين الناس اللي معطيت فيهم مواهب. اكشف لنا هذه المواهب، اكشف لنا كقادة كمسؤولين يا رب، اعلن هذه المواهب اللي موجودة المدفونة اللي بجوز مش واضحة. أنا بصلي أنك تطلعها باسم الرب يسوع يا رب. أنا بصلي مع أولادك في هذا المكان، لهذه الكنيسة اللي أقمت في هذا الوقت في هذا الزمان. بصلي لابنك وبنتك جول وهالة اللي أقمتم في هذا الزمان في هذا الوقت مع الناس اللي أعطيتهم إياهم. في الأيام القادمة أنا بصلي يا رب تثبتهم وتشجعهم وتقويهم، ويا رب أعطيهم أعين كما أنت ترى وليس كما يرون بأعين بشرية. يا رب أعطيهم جوجل فيو، فيو تاني من فوق يا رب، يروا ما أنت تعمل بالروح، وأنت ما أنت مجهز للعراق، ما أنت مجهز لبغداد، ما أنت مجهز للبلدان الثانية اللي حواليهم. يا رب أنا أنت أقمت ابنك، ابنك أعطاك حياته هو وحيلته يا رب، وأنا بباركهم باسم الرب يسوع. أعطيهم من يرفع أيديهم، أعطيهم من يساعدهم، أعطيهم من يقف، أعطيهم لوقا اللي لوقا وحده معي، أعطيهم لوقا يوقف معاهم، أعطيهم لوقا أوريدي إذا عندهم يا رب، أعطيهم مزيد من لوقا، أعطيهم مزيد من مرقس النافع لي للخدمة يا رب. أعنهم، أعنهم، ارفعهم، ساعدهم، شجعهم يا رب. انت جيت لعالمنا، انت شاعر معهم، شعرت تركوك، لكن الاب كان دائما معك. نشكرك يا رب، نشكرك نشكرك نشكرك. ببارك هالشعب يا رب، ببارك هالقادة، ببارك كل الموجودين، كل اللي سمعوني اليوم، بباركهم، بطلق بركة خاصة على حياتهم. أعطيهم يسمعوا منك يا رب، ما يسمعوا من أنفسهم، من العالم، من تقييم العالم. تقييمك هو الذي يثبت في حياتهم باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع. آمين آمين آمين.